بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وعن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجلا من أهل المدينة، فقال له خالد بن الوليد فيه، فقالوا: أغضبت الأمير. فقال خالد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. هذا الحديث صحيح. هشام بن حكيم يروي أن أبا عبيدة رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: تناول رجلا بالمدينة. تناوله أي بمعنى أنه مسه بشيء مما لا يجوز في الظاهر أن المسلم يحصل له هذا الشيء من الطرف الآخر، قد يكون بالكلام، وقد يكون باليد، وقد يكون بكذا. لما تناوله جاء خالد بن الوليد، هذا خالد بن حكيم بن حزام يروي، جاء خالد إلى أبا عبيدة فقال له كلام، يعني إما راجعه كيف تفعل مع هذا، لما تتناول هذا، من باب النصيحة أو شيء. جاءوا لخالد الذين كانوا قالوا: قد أغضبت الأمير، دل على أن عبيدة كان متولي أمور أهل المدينة. قال: قد أغضبت الأمير، يعني ما كان ينبغي لك أيها يا من هو أحد الرعاة أن تتولى الراعي بمثل هذا الكلام. يعني فهم منه أنه لا يجوز أن يغضب الأمير، لأن فيه إساءة إلى ولي الأمر، كأنك تجرئ الناس عليه. اسمعوا رد خالد رضي الله عنه. قال: ما أردت إغضابه، يعني كلام الذي وجهته إليه لم يكن القصد منه إهانته ولا إغضابه، لي مقصد آخر، وهذا حسب نية الرجل، لأن الرجل الذي تناوله أبا عبيدة رضي الله عنه قد يكون مستحق لتلك العقوبة وقد لا يكون مستحق، فالاستفسار قبل اللوم أفضل، لأن ما يصح أن تقول كذا. قال: أنا ما أردت إغضاب الأمير، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث المناسب
لترجمة الباب. اسمعوا ما قال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا، أشد الناس عذاباً يوم القيامة. أشد الناس عذاباً تأتي أشد وأكثر وأقوى وأقوم وأقوى إذا كان الفعل غير ثلاثي ولا يتفاوت فيه الناس. ما تقول فلان أشد موتاً من فلان، إن الموت يتساوى فيه الناس، لكن تأتي بأشد وأكثر لما تقول أشد موتاً معقول، ما تقول أموت لأن أموت ما تجي. لما كان الفعل لا يتوصل إليه إلا بفعل يدل على الكثرة ويدل على العظم ويدل على الشدة، تأتي بفعل مثل هذا. فإن كلمة عذب بمعنى أوصل الألم إلى فلان، ثم تفاوت الناس في التعذيب، ما تقول فلان أعذب من فلان، ما تأتي، هذا لا يتوصل إليها. لأن كلمة أفعل في اللغة العربية تدل على أن شيئا أفضل من شيء أو أكثر منه، فتوصل إلى شدة العذاب وقوته بكلمة أشد. قال: أشد الناس عذابا في الدنيا، أشدهم من يعني من أشد الناس عذابا في الدنيا للناس، أشدهم عذابا يوم القيامة. قال: رأيت أبا عبيدة تناول هذا الرجل، معناه أنه أوصل له شيئا من العذاب، فأحببت أني أنتصر للظالم، لأنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ينتصر للمظلوم، كيف ينتصر للظالم؟ قال: تردعه وتكفه عما فيه. فلما قال هذا الحديث، اسمعوا ما يقول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أشدهم عذابا يوم القيامة. العذاب يا عبد الله ليس كالألم، في فرق بين العذاب والألم. العذاب لفظ يقتضي استمرار وتطويل، الطول هذا قد يكون دقائق، قد يكون ساعة، قد يكون أشهر. أما الألم لحظة من اللحظات، ولذا إذا لسعك أو قرصتك بعوضة ما تقول عذبتني، تقول آلمني، لأن الألم فترة وينقطع، أما العذاب فيه استمرار. لكن إذا كثر لسع البعوض لك فأطار عنك النوم والهدوء، تقول عذبني البعوض، لأنه طال البعض. فالألم أخص من العذاب، عرفتم هذا؟ والعذاب يتفاوت، منه قوي ومنه كثير يطول، لكن ليس بالضرورة أن يكون فيه ألم مبرح، لأن غير الضرب وغير الجرح وغير القتل، قد يكون العذاب شيء من قلق النفس وعدم راحة الروح والضمير والقلب. يقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع. السفر قطعة من العذاب، كل من سافر لقصد تجارة أو طلب علم أو حج أو عمرة لا بد أنه يفقد شيئا من الراحة التي كان يطمئن إليها وهو مقيم، هذا حاصل يا عبد الله. أما الذين يسافرون لأجل الترفيه والتنزيه وقضية إدخال السرور وترويع للنفس، هؤلاء هم في إقامتهم غير مستقرين،
فإذا حضروا جماعات وصاموا رمضان مع الناس كالعادة، كعادة الناس صاموا وكعادة الناس صلوا، ولذا يشعرون بعدم راحة وقلق واطمئنان. فإذا سافروا وجدوا نوعا من أنس، لأنهم في بقائهم ومقامهم غير أولئك النفر الذين يستغتنمون الأوقات، يسبحون الله ويذكرونه ويأنسون بصحبة الأخيار والعبادات، فيسافر لأجل ظنهم أنهم يروحوا على النفس. قل من سافر سيما من هذه البلاد إلى بلاد أخرى يرى من المناظر ويسمع من الأقاويل ما لا يليق شرعا سماعه ولا يجوز شرعا النظر إليه، فضلا عن أنهم يفقدون الجماعات وصلاة الناس في المساجد وغير ذلك. فهؤلاء لما يذهبون لأجل النزهة ما يصح يا عبد الله أنك تطلق عليه حديثه صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، لأن في هذا إنما يكون في حق من ارتاح نفسيا واستلذ بإقامته لأنه في طاعة الله. فالعذاب لما قال السفر قطعة من العذاب أي ذهب عنه شيئا من النعمة والراحة. جئنا بهذا الحديث لنبين أن العذاب قد يكون أمر قليل، ليس بالضرورة أنه يقض المضجع ويهز القلب ويؤثر في النفس آثار سيئة، ليس بالضرورة، لكن فيه من العذاب ما يكون كذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم، هذا شاهد ثاني: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. الميت لما ينوح، لما يموت ينوح أهله وأقرباءه عليه، وتختلف يختلف هذا الصياح الصادر من هؤلاء النائحين، كيف يختلف؟ هذا ينوح لأنه فقد حبيب، وهذا ينوح لأنه فقد إنسانا يسنده ويعينه، وهذا فقد لأنه إنسان يشتاق إليه، يختلف نوع الصياح ومقصد الصائح منه. في صياحهم يختلفون، منهم من يبكي ومنهم من يأتي بكلمات وسنداه، يا من كذا ضعنا وراحت كذا، كل أحد يأتي بمناقب لهذا الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كيف هذا يعذب وليس من عمله؟ لما رأوا ذلك قالوا: إنما هو عذاب في حق من أوصى أقرباءه بأن ينوحوا عليه، أو يعلم أنهم سينوحون عليه ولم يوصي ولم ينهى، هذا الذي يعذب. ظنهم أن العذاب إيصال الألم للبدن والروح، وليس كذلك. قد يكون الرجل ذا استقامة ويكره النوح ولم يوصي أحدا من أقربائه بأن ينوح عليه فناحوا عليه، تأتي الملائكة تقول له: أأنت كذلك؟ واجب لا، يا من كان سنددا في الدنيا، يا من فقدنا منه كذا، ويأتون بألفاظ فيه تمجيد وفيه بيان الميت. فتأتي الملائكة فتقول للميت: أأنت كذلك؟ من باب التوبيخ. هذا يحصل له عذاب لأنه يتألم ولا يستطيع الدفع، كمن ترى أن أحد
من تمن عليه أو أحد أقربائك يعمل معصية أو يتكلم بكلام لا يليق أو أنه يئن من مرض تتألم نفسيا، فهذا الألم يحصل للرجل حين تقول له الملائكة أأنت كذلك؟ إذا علمت ذلك يا عبد الله، فلما يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشدهم عذابا يوم القيامة، الذي يكثر تعذيب الناس قد يكون بالضرب وقد يكون بالكلام وقد يكون بالوعيد وقد يكون بالمضايقة. هذا الحديث يؤيده حديث هشام بن حكيم، يقول مرة وهو في فلسطين مر على أقوام من أهل الجزية قائمين في الشمس، قال ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء من أهل الجزية امتنعوا عن دفع الجزية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى الوالي يقول إن الله ليعذب من عذب الناس في الدنيا، يعني يعذبه يوم القيامة. جاءت هذه الكلمة التي فيها العذاب، من عذب الناس، ما لم يقل صلى الله عليه وسلم من عذب المؤمنين، قال من عذب الناس، يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن عن الحرب، غير الحرب من الكفار، لأن الكافر فيه ذمي وفيه معاهد وفيه من يقوم بمحاربة المسلمين، الذي يحارب المسلمين ويحارب الدعوة والدين، هذا كل نكاية تحصل فيه لك أجر، هذا يحارب ويقاتل وينغص عليه عيشه، هذا لأن هذا الغضب لله، وهذا مؤذي يقف في وجوه المسلمين. لكن أهل الذمة والمعاهدين ما أمرك صلى الله عليه وسلم أن تؤذي الناس، سيما إذا كنت حاكما. الآن خذ هذه الكلمة وهذا الوعيد، أشدهم عذابا يوم القيامة، إن الله ليعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الذي له حاجة عند فلان يماطله فيها، لأن العذاب يا عبد الله كما يكون في البدن يكون في النفس، كما قدمنا السفر قطعة من العذاب، هو ما يتعذب في بدنه، وقد يتعذب لكن قليلا، لكن يحصل له عذاب في النفس ليس فيه ذاك الإطمئنان ولا الراحة في النوم ولا يهنأ بطعامه حتى يعود إلى أهله. ولذا ينصح صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، من ذهب لأجل قضاء حاجة فإذا قضاها فليرجع، فإن السفر قطعة من العذاب، يعني لا ينبغي لك أن تعذب نفسك بغير حق. اللي ماطل الناس في مواعيدهم سواء كان عامل يعني موظف، أو سواء كانت له شراكة أو صحبة مع فلان، ثم جاء الشيطان فنزغ بينهم فيأتي هذا لينتقم منه، وهذا له حقوق ويماطله ويؤجله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا وإن الله ليعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، قد يلحقه عذاب في الدنيا، وأما عذاب الآخرة فذاك مضمون ووعد لاحق. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم،
فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من كانت عنده مظلمة من أخيه، المظلمة واحدة الظلم، ظلم وقع من إنسان على إنسان، على ذاك الإنسان الذي وقع عليه الظلم يحذر صلى الله عليه وسلم ويخوف هذا الظالم أنه لم يعينه، قال: من كانت أيما شخص في هذه الدنيا من المسلمين له مظلمة، أي عنده مظلمة ظلم، هذا الظلم يستحق هذا الظلم، إن صب على بعض الناس: فيا أيها الظالم قبل أن تغادر الدنيا اذهب إلى هذا المظلوم، هذا الظلم، هذه المظلمة ما حددها صلى الله عليه وسلم، قال: من مال أو عرض، اذهب إلى هذا المظلوم فتحلله، يعني اسأل له أن يحلك مما فعل بك. هذا الظلم قد يكون مال أو يكون حق من الحقوق أو يكون ظلم في العرض. أما المال معروف، وديعة أنكرها، سرق له منه مالا أو خانه في بعض المال أو جحده حقه من أجرته وغيره أو أنكر له شيئا من الودائع والعاريات وغيرها، هذا يجب أنه يأتيه فيخبره. إن كانت مال معين يجب عليه إعادته ثم استحلاله، يقول: هذا يا عبد الله مالك، حصل مني كذا، سامحني، ويطلب منه المغفرة. هذا معنى التحلل، يتحلل يعني يطلب منه أن يحله مما هو فيه قبل أو حين يعرض يوم القيامة لا مال لا دينار ولا درهم، فيقف المظلوم ويقف الظالم ويقال له: أد الحقوق، لا درهم ولا دينار. فإن كانت حقوق غير العرض ولم يجد شيئا، ويقال له: خذ من حسناتك، خذوا من حسناته وأعطوها للمظلم للمظلوم، فإن وفت وإلا قيل: انظروا ما بقي من حسناته وتطوعاته. فإن عجز الحسنات ولم تقم بمقام الظلم، ويقال له للمظلوم: اطرح عليه من سيئاتك، فتأخذ الملائكة عقوبة هذه السيئات فتطرحها على الظالم، حيث لا مال ولا درهم ولا دينار. هذا الظلم الذي في غير العرض، الذي يتعلق بالأموال والحقوق، أحياناً يأتيه يقول لك: علي دين وقد طال العهد به ونسيت مقداره، وأنا أطلب منك التحلل. هذا يتفقان على مبلغ، إن رضي به أو قال لي: لك علي مبلغ لا أدري كم هو، إما أعطيك كذا فتسقط عني باقي الحقوق، يسموه إبراء،
والإبراء إيش معنى الإبراء يا عبد الله؟ رجل على رجل دين ثم نسي مقداره ويقول أبرأتك جزءا من الدين، أي أسقطت عنك جزءا من الدين، أعد لي هذا المبلغ. عرفت؟ أحيانا الإبراء يكون عن معلوم لا عن مجهول، له 10,000 نقول أدي إلي 8 وأسقطت عنك 2,000 يعني. هذا إبراء من معلوم، الإبراء من المعلوم متفق عليه جائز عند الجميع. الإبراء من المجهول اختلفوا فيه، من أجازه قال جائز أن يسقط عنه ما جهلاه ويمضي في الحكم. هذا إذا أبرأه وتحلله في الدنيا انتهى الأمر والحمد لله، فذهب إلى الله سليما. أما الحقوق التي في العرض، شتمه، ادعى عليه شيء من الفجور، تكلم عليه شيئا مما يدنسه يوم القيامة ولم يتحلل في الدنيا يوم القيامة، ما يقال له أدي ما أنكرت في حق الرجل، لأنه ما في دينار ولا دينار، وذاك يؤخذ من الحسنات ويعطى من السيئات. أما هذه التي تلحق بالعرض، قال يا فاجر يا كلب يا زان وما إلى ذلك، هذه يوم القيامة يقام عليه حقها عقوبة هذا بالجلد والتعزير كالدنيا. إذا قال فلان يا فاجر يا كلب واشتكى، لابد الإمام يؤدبه ويعزره. لو قال يا فاسق، لابد أن يثبت أو يعذب. يوم القيامة يقام على هذا الذي لم يتحلل من هذا مظلمته يجلد. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه يعني عبده بزنا، لأن إذا قذف المملوك بزنا لا يقام الحد على المالك، لأنه ما يقال أثبت ما أثبت، لكن يوم القيامة يقتص له، يوم القيامة يتساوى الأحرار والعبيد. قال من قذف مملوكه بزنا ولم يقع ما قال فإنه يجلد، يقام عليه الحد يوم القيامة. هذا حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحقوق التي في العرض، ما يقال اطرح حسناتك على هذا وخذ سيئاتك على هذا، لا، إنما يقام فيها الحدود. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.